ولسه مكملين مع سؤال امبارح والمردات والرب بيتعمل ازاي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بيكم وفكره جديده. عملنا قطعه الزراير امبارح، والنهارده ان شاء الله هنعمل قطعه فتحه العراوي. بتتعمل ازاي؟ بكل بساطه، برضو باجي على الطرف التونسي اللي موجود عندي وبمسك الخيط بتاعي، وانا عامله لكم بخيط مخالف قصد عشان الفكرة تكون واضحة. ارتفع سلسلة وبروح برضو اخد كل حاجة على الابرة من الجانب كده، والطريقة دي تكون شبيهة جدا 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 بالتريكو الكروشيه العادي. بنبتدي ناخد غرزة غرزة نخلصها ونروح على بعدها، ولكن في الكروشيه التونسي بناخد كل الغرز زي التريكو ولكن على ابرة واحدة. انا كده اخدت الجانب كله في القطعة بتاعتي على الابرة. بعمل ايه؟ برتفع سلسلة وببتدي اسحب كل اتنين مع بعض، بعدين بروح اخد اللي هو غرزة عدلة واللي هو غرزة مقلوبة زي ما عملنا امبارح، ولحد دلوقتي مفيش اي اختلافات لو ملاحظين. ايه السبب؟ لانه لازم نعمل كمية كويسة من البليسيه وبعدين نبتدي نعمل فتحة الزرار او العروة بالشكل ده. كده انا كده عملت القطعة بتاعتي وعرفت خلاص ان هي بليسيه وشكلها كده وبليسيه تونسي وكل التفاصيل الجميلة دي. بعمل ازاي بقى فتحة الزرار؟ بدخل كده في الغرزة وبسحب. دلوقتي انا عايز اعمل فتحة عروة ولتكن مثلا بعد الغرزة المقلوبة دي، تمام؟ فتحة الزرار بتاعتي مثلا لازم انا احددها. بتتحدد بناء عن ايه؟ بتتحدد بناء عن حجم الزرار نفسه. يعني الزرار زي ده مثلا انا ممكن اسيب له اتنين سلسلة، زرار ممكن اصغر ممكن اسيب له سلسلة واحدة او اتنين او حتى اربعة على حسب حجم الزرار. بعرف حجم الزرار بتاعي وبعدين ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اعمل اتنين مثلا سلسلة في الهواء، وهروح دلوقتي اسيب الغرزة المقلوبة دي والغرزة العدلة دي وهروح على طول على الغرزة العدلة التانية، تمام؟ واخدها. اصبح كده انا كونت اول فتحة زرار بالشكل ده. برضو عايز اسيب الغرزة المقلوبة دي والغرزة العدلة دي، وانا قصدت الاختلاف ده على فكرة، فهعمل اتنين سلسلة في الهواء واروح على التالتة اخد الغرزة العدلة بتاعتي، تمام؟ الفرق ما بين كل زرار والتاني او فتحة عروة والتانية انت برضو اللي بتحدديها زي ما حددتي حجم الزرار. يعني انا هسيب مثلا حوالي 2 انش او اسيب حوالي مثلا 6 سنتي، على حسب ما انت بتتعاملي بالوحدات القياس بتاعتك بتبتدي تسيبي القطعة بتاعتك. ودلوقتي لو جيت انفذ بعد ما عملت الحركة اللي انتوا شايفينها دي، عشان اسحب كل اتنين مع بعض، فانا هسحب عادي وبعدها هاجي هنا كده وهقف، فاهمني؟ ليه بقى؟ سحبت اهو لحد ما وصلت للجزء ده، وبعدين مثلا هسحب من بعيد قوي كده، مش هيقول لا ماشي مش مشكلة، تمام؟ ولكن وقت بقى ما اجي اشتغل هو خلاص انا حددت اهو فتحات العراوي، ولانها مكعبلة ومجلها مش ظريف. فمثلا هروح واخد من هنا، وده مش صح على فكرة، ولكن انا هسيركم. وهروح واخد مثلا الغرز دي، بعدين مثلا انا كنت سايبه هنا غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة كمان، بس الشكل هيبقى عامل كده. فمش صح لسبب بسيط، لانه الكروشيه التونسي لما بنيجي نسحب حتى لو فقدنا غرز في النص فاحنا بنعوضها بشكل ما واحنا ماشيين. فلما باجي اشتغل كروشيه تونسي للاسف الشديد بعمل الشكل ده بس، وبعمله على الجنبين، واغلب الاوقات بيكون الطريقه بتاعه القفل بتاعته هي طريقه الكباسين مش طريقه العراوي. يعني طريقه زي كده انا ما اقدرش اعملها في كروشيه التونسي، مش هقدر ان انا اعملها بالعراوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لانه مش هيكون موجود اصلا فتحه عراوي، لانه عشان احط على الابره واجي ارجع في فراغ زي ما شفتوا. فالفراغ ده انا هعوضه بايه؟ مفيش اي حاجه هتقدر تعوضه لي الا انه ارتفع سلسله واقلب على الظهر اخد غرز وارجع تاني، ودي ليها طريقه مختلفه. وزي ما انتم شايفين ده الرب بتاعي ما بيكونش عملي جدا،
لما اجي اشتغله بالتونسي بشتغل الشكلين زي بعض وده عادي قوي، لكن فتحة عراوي مش هتكون موجودة زي ما قلنا. وزي ما انتوا شايفين دي فكرة المردات او الرب في الكروشيه التونسي، وبالمناسبة في غرزة في الكروشيه التونسي بنفس الاسم عشان تكونوا عارفين، دي لسه احنا ما اخدناهاش ولكن خدنا البليسيه بس، انما غرزة الرب نفسها في الكروشيه التونسي احنا لسه ما اخدناهاش، هناخدها ان شاء الله في الايام الجاية. كده نكون فهمنا شوية عن العراوي بتتعمل ازاي وايه البديل بتاعها من الكروشيه التونسي. اكيد الكروشيه العادي او التريكو بنقدر نعمل فتحة العراوي بسهولة وبساطة، بنقدر نعمل الزراير وبنعمل الزرار عادي، لكن فتحة الزرار دي مش بتكون موجودة فبتكون شكلا فقط. ازاي بعمل المرد او الشكل اللي انتوا شايفينه ده بالكروشيه التونسي؟ بكل بساطة لما باجي اعمله بالكروشيه التونسي بيكون عندي الحافة بتاع الجاكيت زي ما انتوا شايفين كده، ببتدي بعدها ادخل اسحب وارتفع سلسلة وباخد كل الجوانب اللي هي في الجاكيت، والجاكيت لو طويل طبعا بحتاج ابرة طويلة او ابرة بسلك، ده عشان تكونوا عارفين، باخد كل الغرز بالطريقة دي وخلينا ننفذها زي المرة السابقة. هاخد 2 غرزة عدلة و2 غرزة مقلوبة بالطريقة دي تمام، بعدها بسحب كل 2 مع بعض. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هقفل نص الغرز دي واشتغل في النص ده بس، يعني هاجي كده اسحب واعمل منزلقة، لف على الابرة واخد غرزة مقلوبة وبعدين اعمل منزلقة. كده انا خلصت نص القطعة بتاعتي. القطعة اللي باقية بقى هبتدي اشتغل فيها الباقي بتاع الكولا اللي انا محدداها، واخر حاجة ببتدي ان انا اسحبها بالطريقة دي، ارفع سلسلة وبقص الخيط. وقبل ما اقص الخيط، ولا خلينا يعني مش مشكلة، خلينا نطلع الخيط. اصبح دلوقتي عندي زي ما انتم شايفين الشكل ده، شكل قصير كده ومتقفل، والشكل ده ولسه مش متقفل. بعمل ايه؟ من المفروض الاول ان انا اشتغل ده واقفلها، يعني ادخل كده واخد كل غرزة واعمل فيها منزلقة، اللي هي غرزة عدلة زي ما هي واللي هي غرزة مقلوبة زي ما هي، وهي بتكون بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. فلما باجي اخلصها بتكون قطعة كده وقطعة تانية، فبس كل اللي انا بعمله بتنيها بالطريقة دي وبثبت اخر حاجة بس هنا، بتكون طبعا هي بالمنظر ده. وده برضو حاجة بسيطة من توضيح حردات زي ما طلبتوا. وبس خلاص فكرتنا النهاردة كده تكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير بيهم بيوصل لاكبر عدد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة. Bye.